كتبنا كرابطة دولية للمواطنة وحقوق الإنسان ما يحدث في الجزائر من احتجاجات قوية وصلت إلى قطع الطرق وإلى إعلان حالة الطوارئ في منطقة تياريت نتيجة قطع الماء، وليس قطع انقطاع الماء وندرة المياه في هذه المنطقة، خصوصا تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. نؤكد أن القياديين ديال دولة الجزائر وكبرانات الجزائر ورئيس الجزائر لا زالوا يصرفون ملايير الدولارات من أجل تسليح واحد الكيان يهدد السلم والأمان في المنطقة، يسارعون الزمن لاقتناء آخر الأسلحة من روسيا ومن دول أخرى من أجل تهديد الجار المغرب المسالم الذي يدعو إلى السلم وإلى الحوار عبر خطب ملكية متعددة مقابل تردي الحقوق الاقتصادية والمدنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه منطقة الجنوب أو منطقة تيارات، هذه منطقة الجزائر تحاول إسكات الأصوات المطالبة بعدم العنصرية التي تتعامل معها السلطات الجزائرية بضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، آخرها القطع ديال الكهرباء وفي الماء على الساكنة لمدد طويلة. تفاجأنا بخطاب ديال الرئيس الجزائري الذي يؤكد أن الأزمة ستحل في 48 ساعة، وهذا يدل على ردود الفعل الغير محسوبة والغير مدروسة للقادة لحكام الجزائر الذين وصلوا إلى إسكات كل الأصوات الجزائرية المطالبة بالحرية والديمقراطية والسلم. لاحظنا كيف أن الجزائر حلت أقدم التنظيمات وأكثرها احتراما ومصداقية، وهي الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الحرة والأصوات المطالبة بحقوق الإنسان، قامت بعمل متهور لا يحترم الحد الأدنى لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وقامت بحل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. هذا التنظيم الحقوقي المحترم والعضو في العديد من الائتلافات الدولية لحقوق الإنسان بعد تقريره حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والذي قدمه في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وتم منع حتى ممثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من الحضور وتم احتجازه في المطار. نؤكد أن الجزائر بسياستها القمعية والرامية إلى إسكات كل الأصوات وإلى تبني واحد الكيان يؤمن بالحرب وبالإرهاب وبالقتل اللي هو كيان البوليزاريو تلعب بالنار. الآن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جد متردية، الميزانيات المداخيل ديال الخزينة الجزائرية تعد بملايير الدولارات، ولكن مع كل الأسف هذه الأموال تصرف لصالح الحرب والدمار والنهب وثروات هائلة أصبح يكتسبها جنرالات الجزائر الذين أصبحوا يحكمون الجزائر بالحديد والنار. الآن نحن على مشارف انتخابات جزائرية حاولت الكابرانات أن تمر في أجواء هادئة، لكن الاحتجاجات الآخرة المرتبطة بالحق في الماء والحق في العمل والشغل والكرامة والبنية التحتية منطقة لا تعرف أدنى مقومات العيش الكريم، حيث قام السكان باحتجاجات سلمية لم تستطع آلة القمع النارية والحربية الجزائرية أن تسكتها. لذلك فنحن نؤكد على تضامننا مع الشعب الجزائري، مع كل قوى الحية، مع الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين الآن العديد كبير منهم داخل السجون الجزائرية. هدف الوقت الذي تتبنى الجزائر مقاربة ديال شعارات الدفاع عن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي يؤكد تشبثه بمقترح الحل الحكم الذاتي وتشبثه ببلده، وتستمر الجزائر في مناوراتها حتى لدى مجلس الأمن مستغل ذلك المقعد الغير دائم للإساءة للمغرب ولرموزه ولوحدته الترابية. نؤكد
أن الشعب الجزائري أكيد سيستمر في نضاله ومطالبته بالحرية وإسقاط كل أنواع الدكتاتورية وكل أنواع الجماعات المسلحة الإرهابية بما فيها البوليزاريو، حتى نعود لمطلبنا كحقوقيين في مغرب عربي قوي بمتضامن بيننا كإخوة تحت شعار السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان الذي تمارسه طغمة الحاكمة في الجزائر. وأكيد أن الانتخابات ستفرز نفس الرئيس الذي أصبح ألعوبة في يد العسكر الجزائري وأداة لتبييض الواقع السيء ديال الدعوة إلى الحرب والدعوة إلى معاداة الجيران والدعوة إلى عدم الاستقرار في المنطقة بكل الوسائل المادية التي تملكها الجزائر وتصرفها على الدعاية الدبلوماسية دوليا وكذلك على تسليح واحد المنظمة إرهابية. لذلك فلا يمكن أن ننتظر شيئا من هذه الانتخابات إلا استمرار نفس النظام القمعي بنفس الأدوات ونفس الآليات. فقط هذه الانتخابات هي واجهة لدول العالم من أجل ظهور الدكتاتورية في الجزائر على أنها ديمقراطية، وستفرز نفس الشخص اللي هو عبد المجيد تبون المعروف بمواقفه العدائية لكل ما هو حقوقي ولكل قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان ولضرب حتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري بكل مكوناته، سواء في منطقة القبائل التي تم إحراق غابات كثيفة ومحاسبة ومعاقبة النشطاء القبائليين مطالبين بالحقوق الثقافية، الآن منطقة الغرب القضاء على الحراك في منطقة الجزائر بالقمع والحديد والنار، منع حتى الاحتجاجات مع الشعب الفلسطيني. وبالتالي فنحن نعيش واحد الجحيم ديال القمع والتضييق على كل أنواع الحريات، وهذا مناخ لا يمكن أن نطمئن على انتخابات تكون بشكل ديمقراطي. وللإشارة فالرابطة ستتقدم بصفتها عضوا في الائتلاف الدولي لمراقبة الانتخابات بالحضور والمشاركة كمراقب في هذه الانتخابات، رغم ما يمكن أن يكون لهذا القرار من إزعاج كبير للسلطات الجزائرية. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.